بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ان شاء الله هنبدأ مع بعض في شابتر 10. بيتكلم على creating an input type. طبعا في الشابتر اللي فات اوريدي اتكلمنا على input type اللي من خلالها بقدر اعمل عملية ادخال للبيانات. لكن دلوقتي بإذن الله نبتدي نشوف مع بعض العناصر اللي هي تعتبر ك display item او عناصر control. نبتدي نشوف كده العناصر دي. بيقولي طبعا زي عايز من اهداف الشابتر ده ازاي تقدر تعمل display item, image item, bottom, calculated item, تعمل item يمكنك من العمليات الحسابية. هنشوفها طبعا بنوعينها الاثنين, السمري والفورمولا, hierarchical tree, ايه هي فكرة التري. هنشوف طبعا شكلها, لكن في الحقيقة مثال عملي على التري وعلى البين اريا, حتى كمان الامج item ليها حالات كتير جدا. تمام, ان شاء الله هنشوف كل الحالات دي لما نبدأ في شابتر 16. بس هنشوف دلوقتي الادوات موجودة عندي على التول باليت مكانها فين بالظبط وبيبقى الشكل العام بتاعها عامل ازاي. طبعا دي الايتم اللي هو بيكلمني عنها. بيقول لي طبعا ديسبلاي ايتم, بيقول لي ديسبلاي ايتم ده هو طبعا المكان بتاعه, بيبقى وسيله طبعا لوسيله العرض البيانات. نعمل مثال بسيط كده. انا اوريدي كنت عامل كونكت, اخترت وليكن الموديول الخاص بالامبلويز, ايه فكرة الديسبلاي ايتم. طبعا زي ما احنا ما شايفين كده يا جماعة, في عندي حاجة اسمها ديسبلاي ايتم. لو ضغطت عليه وضغطت كليك في اي مكان بيقول لي ده والله اسمه ديسبلاي ايتم. هضغط اف 4 عليه, هسميه وليكن ديون. ده يبقى وسيلة عرض كالكوليشن ايتم معين. هاجي هنا طبعا هيقول لي ده طبعا الديسبلاي ايتم ده الداتا اللي هتحط فيه. انا هستخدمه نوع من انواع من العمليات الحسابيه. اقول له والله ده هيكون نوع نمبر. بالنسبه طبعا داتابيس اكيد نو, ده مش عمود مرتبط بحاجه معينه في الداتابيس. طيب يبقى انا كده عندي ايتم اسمه D1. اوكي, طب انت عايز تعمل ايه في D1؟ D1 ده عايز يبقى وسيلة عرض مش وسيلة ادخال بيانات. طب نشوف الاول كده. انا هاجي وليكن على الفيرست نيم ده, اوريكم فكرة بس display item الاول. هضغط عليه F4 وحول لكم ده بدل ما هو text item يبقى display item عشان تعرفوا بس ايه الفرق ما بين الاتنين الاول. طبعا ده مش صح اللي انا بعمله, اللي انت تحطه زي الفيرست نيم تخليه display item. اول احساس جالك كده ان هو ايه, تحس ان هو بقى مقفول. يعني ايه بقى مقفول؟ يعني من خلاله ولا هتقدر تعمل عملية انبوت للبيانات, ولا هتقدر تقف جوه بالماوس تستدعي كوري من خلاله معين ولا اي حاجة. ده مجرد وسيلة عرض مش اكتر. نشوف فعلا لما هنرن ايه الشكل اللي هيحصل قدامي. اوكي, مجرد ما اقول له اكسكيوت كوير يا جماعه زي ما احنا شايفين الفيرست نيم اللي انا كنت مخليه ديسبلاي. لو حاولت تقف جواه كده عشان تعدل مفيش خالص. ده انا اهو عمال احاول اضغط مفيش. لو ضغطت هنا على الايميل تمام اخترت, لكن هنا لا مفيش. طب انا واقف هنا اوريدي تاب عمال يعدي من عليه. طب ليه بيعدي من عليه؟ لان هو اصلا ده ديسبلاي ايتم, مش هتقدر تدخل جواه وتكتب اي حاجه. يبقى دي فكره يا جماعه بمنتهى البساطه كده عمليه الديسبلاي ايتم, وسيله عرض مش اكتر. اوكي, طب هرجعه تاني لحالته الطبيعيه. طبعا اكيد طبعا ده مش هيكون مناسب ان هو يكون ديسبلاي ايتم خالص. يعني هرجعه تكست ايتم زي ما احنا شايفين. نيجي بقى للديسبلاي ايتم ده. ده طبعا احنا شفنا ازاي نقدر نعمل ديسبلاي ايتم, عرفنا المكان بتاعه منين. اوكي, ده طبعا المكان بتاعه اللي هو زي ما هو بيشاورلي كده ده ديسبلاي ايتم. شكل الديسبلاي ايتم طبعا بيوريني شكله عامل ازاي وهكذا. طيب
ال image item بعد كده عايز يعرفني يعني حاجة اسمها image item، بيقول لي طبعا ال data type اللي هتكون موجودة في العمود ده هتكون b loop اللي هي binary large object، وهنستخدمها وهنعمل مثال عملي عليها دلوقتي. بعض الخواص لل image، بعد كده يكلم معايا على ال bottom push bottom وخواصه، والكالكوليتد ايتم دي اللي هنعملها عملي حالا. اوريدي البوتوم الحمد لله احنا خلاص يعني خدنا عليه كميه امثله كويسه جدا. يعني هنيجي نتكلم بعد كده على الكالكوليتد ايتم في حاليا، يعني هنتكلم معايا على نوعين. انت تقدر تعمل فورمولا، يعني تقدر تكتب معادله بايديك، وتقدر تختار اللي هي السمري. اللي السمري دي ماكس افريج كاونت ميني فيريانس، كل اللي هي الجروب فانكشن اللي احنا خدناها قبل كده زي كده، دي كلها الـ summary function المتاحة قدامي. اوكي الـ calculated بيتكلم معايا الـ calculated زي ما احنا شايفين. بعد كده بيتكلم معايا حاجة اسمها tree. ده شكل التري يا جماعة. يعني ايه tree؟ يعني زي مثلا انت عندك الموظف رقم 100، مين الموظفين اللي تحتيه؟ بيوريها لك كهيئة tree، كهيئة نود بالشكل ده. بيقول لي ده مكان الـ tree، يعني انت لو عايز ترسم tree عندك هترسمها من المكان ده. وريني طبعا هوريكم المكان بتاعها اهو، ده شكل التري يا جماعة. لو ضغطت عليه ورسمت ابعادها دي كده اسمها تري. بتلاقي سهم صغير كده بتعمل اللي هو الاكسباند او كولابس، تضغط على السهم ده تفرد التري، تشوف مين اللي تحتها، تضغط عليه تلم التري دي تاني. طبعا بيبقى شكلها جميل جدا في الفورمة بتاعته. وريني ان شاء الله هناخد امثلة عملية عليها، بس اتفقنا في الشابتر 16. وبرضك عندي حاجة تانية هيكلم معايا، حاجة اسمها بين بين اريا. البين اريا دي بستخدمها لما استدعي اي حاجه من الجافا، دي اسمها بين اريا. طبعا حاليا هيبقى بالنسبه لنا يعني مش هنتكلم عليها، لان مش في الوقت الحالي مش هيبقى ليها فايده قوي بالنسبه لي. هنتكلم عليها ان شاء الله في شابتر 16 باذن الله. ده فعلا اللي هو بيقوله لي التري. وبعد كده بيتكلم معايا عن حاجه اسمها البين اريا اللي انت من خلالها بتستدعي عناصر الجافا، زي حاجة زي المثال ده. تضغط على زرار معين تفتح لك بليتة الألوان، تختار لون تتلون بيه الشاشة دي كلها. وده إن شاء الله برضك هنعمله بشكل عملي إن شاء الله. أوكي طيب نكمل بقى موضوع الكالكوليتد ايتم. أنا هضغط F4 على الديسبلاي ايتم ده، F4 عليه، هقول له والله إيه بالنسبة لموضوع الكالكوليشن. خلاص أنا ظبطت الداتا بتاعتي إن هي تكون فيها نمبر وهكذا. جيت على الكالكوليت هنا بيقول لي هنا الكالكوليتد مود، انت عايز تكتب فورمولا بايديك ولا سمري؟ لا هقول له فورمولا يا ريت. طب هيقول لي طب يا ريت تكتب لي الفورمولا اللي انت عايز. هقول له وليكن السالري، السالري 9% وليكن ده مثلا الديسبلاي ايتم ده، هحط جنبيه برومبت اسمه تاكس اللي هي الضريبة. الضريبة وليكن 8% او 9%، طبعا احنا عندنا في مصر 10%، فهخليها زي ما احنا شايفين كده 10%، 10% يعني طبعا 10%. لو قلت له اوكي فعلا دلوقتي كتبت الفورمة. طبعا تقدر تكتب حاجة في حاجة على حاجة زي ما احنا ما اتعودنا، بس اهم حاجة طبعا تتبع البروسيدنس اللي احنا خدناها قبل كده، يعني الضرب والاسم قبل الجمع والطرح. ولو عايز تعمل بروسيدنس هيبقى بالاقواس. طب انا ليه حطيت النقطتين؟ حطيت النقطتين لان دي اوبجكت معين على البلوك بتاعي، فلازم تسبقه بالعلامة الكولن دي. اوكي لو جيت فعلا دلوقتي اعمل كومبايل واقول ران، مجرد طبعا ما اعمل عملية اكسكيوت كويري لاي كويري هيظهر اكيد طبعا السالري بتاعة الموظف، وفي نفس الوقت هيطلع لي التاكس اللي عليه. يعني زي ما احنا شايفين الموظف ده راتبه 2600، هنا طبعا هيبقى التاكس او الضريبة بتاعته 260. طبعا اقدر بقى اكملها معادلة كاملة، السالري في 10% او مثلا تقول له السالري ناقص السالري
في 10% وهكذا بقى، يعني اشتغل زي ما انت عايز عشان يجيب لك صافي الربح بتاعه. اعمل انت بقى عليها اكتر من مثال زي ما انت عايز. اجمع السالري زائد الكوميشن، طب اضرب حاجه نقص حاجه، عندك اكتر من ايتم تقدر تشتغل عليه. بس انت كده الكونسبت نفسه كده واضح لك. اوكي اف فور عليه. طيب يا جماعه والله انا دلوقتي مش عايز اعمل فورمولا، انا عايز اجيب سمري، انا عايز كل موظف اشتغل عليه او كل موظف استرجع بياناته يكون معرض لي وليكن مثلا الماكسيمم سالري، اعلى مرتب موجود او اقل مرتب موجود في الجدول او صم او مجموع المرتبات اللي موجوده عندي في الشركه بالكامل. فهاجي هنا الكالكوليشن مود هقول له فورمولا، سوري سمري. من سمري هنا بيقول لي السمري فانكشن، هقول له والله السمري فانكشن بتاعتي وليكن اوكي ماكس على اني بلوك، على البلوك اللي اسمه امبلويز. اكيد طبعا احنا فاكرين موضوع السمرايز ده ايتم ملناش دعوه بيها. السمرايز ده ايتم يعني معناها ان دي هتكون متزامنه مع ايه بالظبط. سوري ناسف، سمرايز ده ايتم يعني الفورمولا دي هتكون جايه على ايه. فهاجي هنا واقول له طبعا دي جايه على السالري. طبعا انا قلت له ماكس، ماكس على البلوك الامبلويز هتجيب ايه بقى، يعني هتجيب السمرايز ايتم لاني ايتم بالظبط. هقول له طبعا السالري، هقول له طبعا كومبايل. خلي بالكم من الخطا اللي موجود ده بالنسبه لي يا جماعه، بيقول لي خلي بالك انت لازم تكون عامل على البلوك ده كويري اور ريكورد تخليها بيس. ليه؟ لان ده هيجيب سمري بتاع كل الريكورد اللي موجوده، يعني هيجيب صم كل الريكورد اللي موجود عندي في السالري بتاعت البلوك بالكامل، بتاع جدول الموظفين بالكامل او الميني او الافريج. فلازم تقول لي كويري ريكورد عشان يطبق الصم او الافريج او الماكس او الميني على كل البيانات اللي هتسترجع من الجدول. فهاجي هنا على مستوى البلوك نفسه اف 3 طبعا او من تولز اوبجكت نافيجيتور، هاجي على مستوى البلوك نفسه يا جماعه اف 4 ومن عندي عملية الكويري الريكورد. ريكورد عندي حاجة اسمها كويري او ريكورد، هي باي ديفولت بنو، هقول له لا بيس كومبايل كده مفيش اي ايرور. مجرد ما اعمل اكسكيوت للكويري اوكي اكسكيوت زي ما احنا شايفين بيقول لي والله ده اقصى مرتب عندي هو الراتب ده. يبقى انا كده خلاص قدرت فعلا اعرف ايه هو التوتال الماكس سالري بتاعي. اخليها بقى صم افريج ماكس ميني، اعمل اللي انت محتاجه. طب ده كده يا جماعه فكره الكالكوليتد دايت. عايزين نعمل مثال بسيط عشان نشوف في قصه البيكيتشر دي. طب انا الاول هعمل الكولم، هعمل ايديت كده بسيط في جدول الامبلويز او بلاش في جدول الامبلويز لان هو اضطر اكتب داتا كامله. خليها جدول الامبلويز. اوكي حاجه هنا فعلا دلوقتي على جدول الامبلويز، هعمل ايديت عليه. امبلويز هعمل edit، مش edit date طبعا لا، ده هيبقى edit كامل في الجدول. هزود عمود، ده طبعا انتوا اكيد فاكرين البرنامج ده معايا، برنامج ال BL developer. column هزود column جديد اسمه photo. الفوتو ده نوعه b loop binary large object، وهقول له apply. طبعا يا جماعه احنا ان شاء الله يعني هنتعلم ازاي نختار، يعني نعمل ايتم معين، ايمج في ايتم معين وندوس على زرار من يعمل لي براوز واختار منه حاجه معينه من عندي على الجهاز وليكن صوره موظف وكذا. يعني احنا دلوقتي هناخدها بالطريقه اللي هي البسيطه، لان احنا ان شاء الله على شابتر 16 فيما فوق هنبتدي يشتغل بقى كود. كويري
طب انا هاجي هنا دلوقتي في العمود الكولم الجديد اللي انا عملته اللي هو البي لوب الفوتو سوري، هاجي هنا على العمود اللي هو الفوتو اللي هو طبعا الداتا تايب بتاعته بي لوب. هقف هنا في المكان ده، هقول له والله انا محتاج تجيب لي ايمج، والايمج دي من فايل معين. طبعا اوريدي هلجأ للايمج اللي موجوده في الماي بيكتشر، حتى اخترت الايمج دي يس. هاجي على ده برضك نفس القصه، ايمج من اوكي دي يس، هكتفي بده كده، ده تالت موظف وليكن، وهستوب عليه يس اوكي. هسيف طبعا كل السيتنج اللي انا عملتها دي، واقفل خلاص الاستاذ ده يعني. هاجي دلوقتي F4 سوري، هلغي ده خلاص، الديسبلاي ايتم مش محتاجه. F2 عن عنصر، هعمل image item. فين الايمج ايتم؟ اهو. بعد ما اعمل الايمج ايتم على طول هروح F4. بقول له والله الكواليتي بتاعت الصورة هتكون هاي، السايز ستايل هتكون adjust يعني crop، يعني الصورة لو كبيرة هيتم قصها وعرض، يعني هيقص الزيادات بحيث ان هو يبقى بالظبط على قد الفريم اللي انت عامله، لكن adjust هو هيظبط حاجة والصورة بحيث ان هي ايه يعني تدخل اوريدي على طول جوه الايمج ايتم من غير اي قص او من غير اي تعديل. تمام، هاجي هنا طبعا اوكي الداتا اكيد طبعا هكون ايمج اساسي يعني. تمام، هاجي هنا دلوقتي على داتابيس ايتم يس، من الي كولم اسمه فوتو، اي ثينك ان انا كده خلاص كل حاجه بالنسبه لي تمام. كومبايل رن، ده طبعا شكل الايمج فايل، طبعا اوريدي هو حاليا فاضي. تمام، ده اقول كده موظف، مجرد ما اقول له نيكست ريكورد، التاني، الموظف التالت، تقريبا هو انا سيفت اتنين بس شكل كده اوكي. يبقى انا دي كده يا جماعه دي فكره الايمج فايل زي ما احنا شايفين. طبعا ان شاء الله يعني هنتكلم بشكل كبير جدا ازاي مثلا اعمل بوتوم صغير هنا، ادوس على البوتوم ده يعمل لي براوس على الهارد ديسك بتاعي، اخد منه صوره اضغط عليها هي تستورد على طول جوه الداتابيس. الكلام ده ان شاء الله هنتكلم فيه، فبس احنا بناخد بشكل بسيط يعني. احنا عشان اقول لك الكلام ده هناخد يعني هناخد كميه كود كبيره شويه عشان خاطر نشتغل في حاجه زي كده. احنا ان شاء الله كده يعني ابشروا يعني احنا خلاص كده يعني بعد الشابتر ده هناخد شابتر الكانفاس، بعد كده هيبقى كله بقى الكود، هناخد نكتب نبتدي نشتغل كود بايدينا ان شاء الله. بكده يكون خلصنا شابتر 10، ويا رب يكون عجبكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.